مبروك عليكم الغاز. الله يسلمك الله. ان شاء الله عقوبه الحاجه اخرى ان شاء الله. الله يسلمك ان شاء الله ويطول عمرك ان شاء الله. الله يحفظ لك الاولاد ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله السلام عليكم. بالنسبه للزياره تاع اليوم اللي هي طبعا اقول دائما واعيد زياره عاديه تدخل في اطار زياره اللي راح نقوم بها لكافه بلديه الولايه. كانت اليوم زياره من نصيب دائره طبعا شلف. بدينا بالبلديه نتاع سنجاس اللي الحقيقه لازمها كذلك انتباه خاص ومست مختلف القطاعات، قطاع التربيه وقفنا على عده منجزات اللي ثمناها وكذلك وقفنا على عده نقائص لابد ان طبعا كذلك نتكفلوا بها. هذا بالنسبه لقطاع التربيه، هذا كل تحضير للدخول المدرسي القادم والذي كما قلت للاسف الشديد طبعا راح يتميز بالاكتظاظ وبالتالي لقوا حتى في حلول بديله. كانت كذلك فرصه لنا باش نتاكدوا من بعض المشاريع التي استلمت في الاخير اخر السنه بالنسبه لمناطق الظل، وهي اخر المشاريع اللي كانت مسجله في البرنامج الاستعجالي اللي طبعا لا ميزانيفو ولا مناطق الظل. والحمد لله ربما شاهدتم معنا بان المشاريع كلها مستلمه سواء كان في سنجاس او في ام الدروع بالنسبه لمناطق الظل. في كان اخر مشروعين هما الملعبين الجواريين. طبعا كانت ملاحظات كالعاده فيما يتعلق باحترام مقاييس الانجاز، وهذا امر مهم جدا، واحترام مواعيد الانجاز، وين كنا واضحين وضوح الشمس في هذا المجال، وين طلبنا حتى من بعض الحالات من بعض الاشغال التي لابد ان تعاد او تتخذ الاجراءات اللازمه لتفادي الاخطاء التي وقعت بالنسبه للمشاريع المستلمه. كانت كالعاده دائما فرصه اننا نتواصل مع مواطنينا في بلديتين، وكان الاستماع يعني مفتوح لكافه الاخوه المواطنين. اكيد انه كان منظم الحمد لله عن طريق لجان الاحياء ولجان التجمعات السكانيه الريفيه الذي طبعا تمحور اساسا كالعاده على الاولويه الاولى والمياه الصالحه للشرب. قلنا بانه في كافه الولايه نسعى وين عندنا مصدر الماء لابد ان نوصله الى المواطن وهو مسعانا. وين ما عندناش مصادر المياه نسعى من اجل التحويلات او التنقيب على المياه الجوفيه، وهذا ربما ما عشناه في كافه نقاط الزياره نتاعنا للاسف كلها تفتقر الى الانتظام في التزود المياه الصالحه للشرب. كان كذلك اصبح مطلب اساسي وهو الصرف الصحي. هنا كنا واضحين مع المواطنين، قلنا بان الصرف الصحي لا يمكن انجازه في كل مكان في الولايه. في التجمعات الريفيه كاين وين لا اقول يستحيل يصعب جدا اتخاذ قرار للتكفل بالصرف الصحي نظرا للكلفه الماليه وكذلك معطيات تقنيه اخرى فيما يتعلق بتلويث المحيط. نفضل ان نواصل في بعض الاحيان في الحفر العفنه مع طبعا السهر على تفريغها او معالجه المياه عن طريق محطه الفلتراج في حاله ما اذا كان عندنا مشروع تاع اسينيسو ما عندناش وين يكون عندنا المصب تاعو. كانت كذلك فرصة وين استمعنا إلى الكثير من الانشغالات فيما يتعلق بالسكن الريفي، وهذا شيء مشروع ونحن نشجع طبعا تثبيت الساكنة في الريف. هنا انطرح كذلك من جديد مشكل العقار والذي سيكون محل تواصل ما بيننا وبين الإدارة المركزية لإيجاد الحلول السريعة لبت في قضية توطين المشاريع تاع السكن الريفي في التجمعات السكانية الثانوية بغض النظر صراحة على تصنيفها، لأنه نحن نعود إلى بعدها، نرجع إلى بعدها على التجمعات الحضرية خاصة في البلديات التي تفتقر إلى مشاريع في السكن الاجتماعي. كانت كذلك فرصة لنا وين سمعنا إلى عدة انشغالات من طرف الإخوة الفلاحين، وهذا أمر مهم جدا خاصة في سنجاس، وين لاحظنا بلي مستثمرة فلاحية رائدة في إنتاج السومونس البذور، وهذا يعتبر أمر استراتيجي بالنسبة للولاية نتاعنا. هنا وين نطرح من جديد الانشغال الخاص باستغلال المياه السطحية على مستوى الوديان. كنا واضحين بأنه
بالنسبة لاستغلال المياه السطحية يخضع إلى مجموعة من المقاييس للمحافظة أولا على طبعا عفوا الارتفاقات والمقاييس الخاصة باستعمال الوديان في حد ذاتهم، وثانيا لتأمين الفلاحين في استغلال في عملية حفر واستغلال الآبار، لأن الأرضية تكون هشة وتخضع إلى أخطار، يعني فيها أخطار على حياة الفلاح، وين كذلك هنا الباب مفتوح للإخوة الفلاحين خاصة في منطقة سنجاس وولادنا عبد القادر. هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس، الجمال للكل. زاير تيوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.